شهد مونديال جنوب أفريقيا 2010 العديد من الأهداف الرائعة في البطولة. الكثير من الأهداف جاءت في أوقات قاتلة ومهمة ومصيرية للمنتخبات، كما هناك أهداف كانت من جمل تكتيكية رائعة وأخرى من تسديدات قوية. اخترنا لكم ضمن فقرة العشر الأوائل لهذا الأسبوع أجمل 10 أهداف شهدها مونديال 2010. دعونا نتابع. يعتبر معدل التهديف في مونديال جنوب أفريقيا 2010 هو ثاني أسوأ معدل في تاريخ كؤوس العالم، إلا أنه قدم للمشاهدين عدداً من الأهداف الجميلة التي لا تنسى. دعونا نرصد لكم أجمل 10 أهداف شهدها مونديال 2010. في المركز العاشر الهدف الأول للأوروغواي في مرمى غانا بقدم اللاعب دييغو فورلان من ركلة حرة مباشرة سددها مخادعة للحارس الغاني من المرمى. حل في المركز التاسع الهدف الأول للبرازيل في مرمى كوت ديفوار بعد لعبة ثلاثية رائعة انتهت بتسديدة من فابيانو بسرعة 117 كيلومتر في الساعة في سقف المرمى. جاء في المركز الثامن هدف التعادل لجنوب إفريقيا في مرمى المكسيك بقدم اللاعب تشيبالا عندما وصلته كرة عالية سددها بيساره من داخل منطقة جزاء سكنت الزاوية 90 من المرمى. في المركز السابع الهدف الأول للأوروغواي في مرمى جنوب إفريقيا بقدم النجم فورلان بعد أن سدد كرة مفاجئة من مسافة بعيدة جدا غلطت الحارس. جاء في المركز السادس الهدف الثالث للأرجنتين في مرمى المكسيك عن طريق اللاعب تيفيز بعد أن استلم كرة بوضعية صعبة وسددها نارية في الزاوية 90 من المرمى. المركز الخامس الهدف الثاني للأوروغواي في مرمى كوريا الجنوبية وجاء الهدف بقدم سواريز بعد أن راوغ مدافعين وسددها من على رأس منطقة الجزاء بباطن القدم لتسكن الزاوية اليسرى من المرمى. في المركز الرابع الهدف الأول للبرازيل في مرمى كوريا الشمالية بقدم اللاعب مايكن بعد أن سدد كرة من زاوية شبه مستحيلة خادعت الحارس والمتفرجين وسكنت المرمى.
أما المركز الثالث كان من نصيب الهدف الثاني للمنتخب الإيطالي في مرمى سلوفاكيا عن طريق اللاعب كوايريلا بإسقاط الكرة من فوق الحارس من خارج منطقة جزاء. في المركز الثاني الهدف الأول لهولندا في مرمى الأوروغواي من تسديدة على بعد 40 متراً بقدم قائد الفريق فان برونكوست، انطلقت صاروخية وسكنت الزاوية اليسرى للحارس موسيليرا. احتل المركز الأول الهدف الثاني للأوروغواي في مرمى المنتخب الألماني بعد أن سدد فورلان الكرة طائراً لترتطم بالأرض وتتجه إلى زاوية مستحيلة على أي حارس.